أنجبت الحياة وراء ظلام المعتقل. تحدت السجانة وأضربت عن الطعام، ثم عانقت الحرية وفلذة كبدها بعد 8 أعوام من الاعتقال. هذا المشهد رسمته لنا ميساء عبد الهادي، ابنة الناصرة في الجليل المحتل وبطلة فيلم 3000 ليلة، التي تحدثت لوطن للأنباء بعد عرضه مباشرة في مدينة رام الله عن أهمية الفيلم في عرض معاناة الأسيرات الفلسطينيات، لا سيما وأنه مستوحى من قصص حقيقية وراء القضبان. بشكل خاص قصة الطفل هي أساس كل الفيلم، لأنه هذا كمان إشي حقيقي، وفي آلاف الأطفال اللي بيقبعوا في سجون الاحتلال اللي خلقوا هناك وتربوا هناك وبعدين موجودين هناك، فهذا إشي ضروري إنه ينتقل. طب وهذا أساس الفيلم كله. أصعب إشي لإلي بالفيلم هي إني أحضر أفلام وثائقية وأقابل أسيرات سابقات اللي قبعوا في سجون الاحتلال وعذبوا هناك، فكانت قصصهم وقصص تعذيبهم بالذات هي أصعب إشي. فلسطين تروي حكايتها الحقيقية وتقتحم دور السينما العالمية في تحدي فني لسيل عارم من الأفلام السينمائية التي تزور الواقع الفلسطيني. هذا ما أكدت عليه مخرجة الفيلم مي المصري لتغدو السينما إحدى طرق المقاومة. فيلم 3000 ليلة بيروي قصة معلمة فلسطينية تعتقل وهي حامل، بتولد ابنها بسجن إسرائيلي، بتربيه وراء القضبان. كتير مهم نحكي نحن المخرجين الفلسطينيين والعرب، نحكي نحن نقدم روايتنا للعالم، لأنه عم يصير في تشويه أكيد للإنسان العربي والفلسطيني بشكل خاص. المكان الذي صور فيه الفيلم داخل سجن أردني قديم في مقاربة للسجن الحقيقي، والفن التصويري الذي ركز على عتمة المعتقل والضوء الذي يقتحم القضبان في إشارة للحرية أدخل المشاهد إلى أعماق الرواية وكأنه جزء فيها، الأمر الذي ظهر جليا في آراء الجمهور وأعطى المشهد بطريقة فنية رائعة. نقل آهات وعذبات الأسيرات بصورة جديدة غير الصورة المألوفة الكتابات الصحفية، لا الآن إحنا أمام فيلم دراما ينقل هذه العذبات بطريقة عالمية ورائعة جدا. مجرد أنه حط إيده على الوجع هذا الفيلم كان كفيل أنه يذكرنا ويرجعنا للذاكرة ويخلينا نتذكر كل حدا بنعرفه جوا السجن، يبكينا، حطنا على الخط كمان مرة إذا إحنا بعدنا عنه. وككل عمل فني لابد من نقد إيجابي وآخر سلبي بهدف التطوير. كنت بحب أكثر يتم التركيز كوننا بنحكي عن امرأة، عن أسيرة، التركيز على خصوصيات المرأة في السجن. تعرف المرأة لها حاجات خاصة في السجن تختلف عن تجربة الذكور الأسرة. حبذا لو كان في تركيز أكثر على حاجات المرأة الخاصة، هي قضية. قضية تانية كنت بحب أشوفها، هلا بدي أحكي من زاوية فنية، أشوف عامل مرور الوقت على المرأة داخل السجن كيف بيتم. يذكر أن الفيلم إنتاج فلسطيني فرنسي لبناني بمشاركة الأردن والإمارات وقطر، وضم فنانين فلسطينيين وعرب، ونجح في الجمع بين القضية العادلة والفن السينمائي بتقنيات عالمية. نال عدة جوائز عالمية ويعرض للمرة الأولى في فلسطين. من مدينة رام الله نزار حبش، تلفزيون وطن.